السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم نحاولوا باش نتكلموا ونواصلوا الفيديو اللي قبل هذا حول اللادينية. قرأت في تقرير عن الأمم المتحدة ومسألة الأديان في العالم أن 9 دول اللادينيين أصبحوا أكثرية، ومع الأسف أن هذه الدول كلها دول غربية، منها فنلندا اللي تجي في الدرجة الأولى، ثم إيرلندا والتشيك والكندا وأستراليا وسويسرا وهولندا ونوفلزيلاند. يعني هذوما الدول نسبة الأديان أصبحت جدا قليلة. مثلا في فنلندا نسبة اللادينيين بلغت حتى 80%، في هولندا نسبة اللادينيين بلغت 40%. واللحظة اللي الدول هذم كلهم اللي هما دول جدا متطورين اقتصاديا من جهة، وهما أقل الدول فيهم الجريمة، وهما أكثر الدول القوانين متاعهم إنسانية بحتة، واللي الحرية مكفولة فيهم وحقوق الإنسان محترمة. هوني سألت سؤال، هل سوف نفوت الفرصة مرة أخرى على أنفسنا؟ نقصد الدول اللي يحتويهم ما يسمى بالعالم الإسلامي الموهوم. ما نتصورش، على خاطر وقت نقراو تقارير أخرى لاحظوا ونشوفوا إن نسبة الخروج من الإسلام هو أكبر نسبة بالنسبة لكل الأديان الأخرى. وهذا لاحظوه وأنا لاحظته يعني شخصيا من خلال يعني مسيرتي في اللادينية، إني نشوف أكثر لادينيين يخرجوا، بل يمكن أن نعتبر أن الناس توا خاصة بعد ما يسمى هذه بالثورات العربية، نسبة الخروج من الإسلام أصبحت أكثر وأكثر، بل يخرجون من دين الله أفواجا. هذه مسألة معناتها واضحة ولاحظوها، سوى في مصر، سوى في تونس، سوى في المغرب، هذو هما الدول اللي توا ماخذين نجم نقولوا احنا الواجهة الأولى. ولكن لا يعني أن الدول الأخرى ليس فيها خروج من الدين، وإنما ليس فيها إعلان واضح للخروج من الدين، وسوف نتكلم في ذلك خلال هذه الفيديو. يعني الأسباب والظروف خاصة في الدول اللي القوانين بتاعها جدا صعبة، والدول اللي ما وقعتش فيها ما يسمى بين قوسين ثورات. اللي لاحظوه هوني معناتها بصفة واضحة ان الخروج من الإسلام أصبح الآن في الوقت الحاضر ليس مسألة يعني عادية، بل أصبحت ضرورة، لأن احنا الدول اللي يحتويهم العالم الإسلامي نعرف اللي هي رغم تحتوي على أكبر الثروات في العالم وعلى أفضل المناطق، سواء من ناحية تاريخية، سواء من ناحية الجمالية، سواء من ناحية الطبيعية، مع الأسف هي تعيش أكثر دول تخلف وفقر، وليس فقر مادي فقط، وإنما فقر فكري لا مثيل له. وهذا معناتها نعرفه. صحيح أن كثير من الذين يعني يغادرون الإسلام ينتقلون إلى ديانات أخرى وخاصة المسيحية، لأن المسيحيين نشطين نشاط كبير من أجل إخراج المسلمين من الإسلام، وتعرفوا أن هذه المنظمات المسيحية عملها لإخراج المسلمين من الإسلام الهدف بتاعها أكثر منه سياسي من ديني، وهذا واضح.
أنا تعرف خاصة الكنيسة الأنجلوفونية يعني بتاع إنجلترا وغيرها من الكنيسات اللي تسعى لإخراج المسلمين من الإسلام من أجل أهداف أخرى غير أهداف اللي هي تريد للشعوب بتاعنا الخير والحرية والفكر. لو كانت بالفعل تريد ذلك لما دعتهم إلى دين آخر بحد ذاته هو متخلف ويحتوي على خرافات ليس لها أي أساس من الصحة، وهذه مسألة واضحة. هي الموجة بصفة عامة بتاع الخروج من الدين ليس خاصة كان في الإسلام، في كل الأديان نجد في كل الأديان الناس ولات تخرج، لكن المشكلة إن وقت تخرج من المسيحية ولا تخرج من اليهودية ولا تخرج من البوذية ولا تخرج من الهندوكية ما يوقع حتى شيء، على خاطر هذه الأديان متسامحة ولا تعاقب من يغادرها. هذه مسألة واضحة، بينما الخروج من الإسلام هو أمر آخر وأمر صعب وأمر يهدد الشخص نفسه بالموت والفناء كليا، سواء الموت الجسدي أو الموت الاجتماعي أو الموت النفسي أو الإهمال واللعن من المجتمع وفي بعض الأحيان من العائلة، بل في أغلب الأحيان من العائلة ومن أقرب الناس إليك، قد يكون ابنك أو قد يكون أخوك أو قد يكون أبوك. لهذا الخروج من الإسلام هو اللي عامل توا في العالم أكثر ضجة. وهنا أنا قلت عدة مرات في فيديوهات متاعي يعني لا خوف من الإسلام والمسلمين بعد اليوم، وفي الحقيقة هذا القول كان موجه في الدرجة الأولى للأشخاص النشيطين، معناتها جدا سواء في الحياة العادية أو على النت. هؤلاء الأشخاص الذي معناتها وعوا وعرفوا الخطر متاع الإسلام وفهموا معناتها أهمية الخروج من الإسلام لكي نتحرر ونحرر أفكارنا وننظر إلى العالم بنظرة أخرى بعيدة عن النظرة الذي رسمها لنا الإسلام واللي خلانا نشوف الدنيا بمنظار آخر خلاف ما يشوفه بقية البشر. هذه حقيقة، المسلم يرى العالم بخلاف بقية البشر، العالم أجمع ينظر إلى العالم بطريقة والمسلم ينظر إلى العالم بطريقة أخرى، وهي طريقة نجم نقول احنا متخلفة، معناتها متجذرة في الماضي. أنتم شوفوا أفلامنا، الأفلام العربية والإسلامية بصفة عامة في الدول بتاعنا، تقريبا 90% من الأفلام بتاعنا تتمحور حول التاريخ. فهمت؟ هاو عهد عقبة بن نافع، هاو عهد خالد بن الوليد، هاو الرسالة، هاو ما نعرف شنو، هاو ما نعرف. والمصيبة إنها أفلام كلها مزورة وتخفي الحقيقة الإسلامية والماضي الأسود للعالم الإسلامي. هذه المصيبة الزرقاء، يعني توريك كان الحاجة الباهية هارون الرشيد ردوه، فهمت، معناتها قديس، خالد بن الوليد ردوه قديس، عمر الخطاب ردوه زاهد وواحد يعني، بينما الحقيقة غير ذلك كليا. عندما نرجع لكتب التاريخ لا نفتح صفحة من صفحات التاريخ إلا ونجد الدماء الملطخة والظلم والقتل والقهر والتعدي على الحريات. وهذه مسألة واضحة وباينة لكل إنسان يقرأ التاريخ بطريقة موضوعية بعيد على الفكر اللي مسيطر عليه. إذا تخلي الشعوب متاعنا أسيرة ماضي، بينما الأفلام الغربية بصفة عامة أو الأوروبية تلقاها تحكي لك على عام 2500، عام 3000، يعني ديما متجهة نحو المستقبل. هذا هو الفرق، إحنا مخنا كامل وعقليتنا كاملة متوجهة نحو الماضي، بينما هما فكرهم متوجه نحو المستقبل. حتى في الحياة العادية يعني تلقاها احنا مثلا في حياتنا العادية معناتها نعيشه ديما بتأنيب الضمير، حتى في معناتها حياتنا الشخصية، يعني أنا حاجة عملتها عندي 20 سنة زدت نفكر فيها توا،
فهمت؟ يعني ما نحبوش نقطعوا مع الماضي، يعني بالنسبة لنا اللي يبني حاضرنا هو ماضينا. هو صحيح الماضي عنده أهمية، ولكن ما لازمش يأثر وما لازمش يقتل فينا روح التقدم وروح النظر إلى المستقبل. شنو عملنا؟ يا عتشبي شنو عملنا؟ اللي عملناه في دنيتنا، اللي عملناه في دنيتنا، احنا توا أولاد الحاضر. إذا لازمنا نفكروا في الحاضر ونفكروا في المستقبل. لازمنا نقطعوا كليا مع هذا ما يسمى الماضي ويعتبر مجرد تاريخ. وتنقول نقطع ايش يعني ما عادش نقراوه ما عادش نشوفوه؟ لا، نقراوه ونشوفوه ونحلوه، ولكن ما عادش نبنيو عليه قوانيننا وحياتنا، وانما يعتبر عبره وماضي كمعلومات فقط لا اكثر ولا اقل، ولا يمكن ان يؤثر على حياتنا، هذا سوى على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع. هذه مساله يعني مهمه. عاد نرجع للمساله نتاع اللي معناتها لا خوف من الاسلام والمسلمين بعد اليوم. انا هوني نقصد بالاشخاص اللي هما في الدرجه الاولى، الاشخاص اللي معناتها ماخذين الان اللي موجودين سواء في تونس سواء في 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 مصر، اللي ماخذين كما نقولوا احنا الصف الاول في محاربه الجهل والتخلف. هم اللادينيين، طبعا انا اتكلم عن اللادينيين لا اتكلم عن المسيحيين الذي لا اعتبر فهمت لهم اهميه رغم عملهم يعني واموالهم وامكانياتهم ورغم كل شيء اللي يعملوا فيه من اجل اخراج ما يسمى المسلمين من الاسلام لادخالهم في المسيحيه، يعني اخراجهم من تخلف معناتها من تخلف فكري الى تخلف فكري. صحيح ان الشخص يصبح ما عادش معناتها يشكل خطر جسدي، ولكن يبقى مخه مخدر بالدين ومخدر بالفكر الديني. شنو الفرق؟ انت نحيت له فكره ان محمد طلع فوق بهيمه للسماء السابعه، حطيت له فكره ان مريم ولدت مغير بو. شنو الفرق؟ نفس الشيء، يعني بدلت له من أسطورة الأسطورة، من خرافة الخرافة، كان يؤمن بخرافة ولا يؤمن بخرافة أخرى. ونعرف أنا متأكد أن سبب دخول كثيرين في المسيحية السبب نتاعو يعود إلى عدة أسباب. من أول الأسباب أن هؤلاء لهم إمكانيات عظيمة، فهمت؟ عندما نشوفوا الإمكانيات نتاعهم يعني المالية، وراهم كنيسة، ووراهم حتى أحزاب سياسية، ووراهم سياسات متاع دول، إذن هذا شيء طبيعي، فتأثيرهم يكون أقوى، وعندهم وسائل إعلام، وعندهم كل الإمكانيات. بينما إحنا اللادينيين ما عندنا حتى شيء، عندنا كان أرواحنا، وعندنا كان أنفسنا، ونتكلموا بإمكانيات محدودة، ونستعملوا كان الناس، وهذا تشوفوهم يعني تشوفوا المسألة واضحة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية إن ما يسمى الإنسان عندما يخرج من الإسلام دائما يحتاج إلى من يحميه، فهمت؟ يعني يخاف، معناتها يخاف من الخروج من الإسلام دون حماية تحميه. ونعرف احنا ان الكنيسة تحمي الأشخاص الذين يخرجون من الإسلام ويتبنون المسيحية، بينما عندما يخرج من انه ليس هناك من يحمي اللادينيين. هذاك علاش اكثرهم وقت يخرجوا من الاسلام يمشوا للمسيحيه او يمشي لدين اخر، خاطر هذاك الدين يحميه وعنده امكانيات. المساله الثالثه المهمه علاش معناتها اللي يخرجوا من الاسلام يدخلوا للمسيحيه هي نتيجه الارهاب الفكري والجسدي للمسلمين ليخرجوا على الدين. هذا الارهاب يخليهم لعباد من الصعب ان يغادرون الاسلام ويأخذون الحرية، يعني العبارة عن أن المسلمين أنا بالنسبة لي هم عبيد. هذه مسألة واضحة، عبيد لفكرة الله، فهمت؟ يعني في الحقيقة البشرية عرفت فترة من الفترات أنها حرت العبيد، يعني العبيد ما عادش فما، فهمت؟ وصدر قانون دولي يحرم استعباد الناس. وأظن أن الآن حان الوقت أن الأمم المتحدة والقانون الدولي يصدر قانون من أجل تحرير عبيد الله. عبيد الله هم المسلمين، فهمت؟ على خاطر الإسلام يعتبر خطر كبير على المسلمين بحد أنفسهم، فهمت؟ فهناك استعباد باسم الدين. وأنا ما نتكلمش كان على المسائل السياسية، وإنما أتكلم حتى على المسائل الدينية. أي مسلم
تربيته وتكوينه من الصغر يتم استعباده كليا تحت فكرة الإسلام وتحت فكرة الدين. هذاك علاش نطلب من الأمم المتحدة ونطلب من العالم أجمع وعالم الأحرار أنهم يحميوا المسلمين كأفراد من الدين الإسلامي، فهمت؟ لأن الدين الإسلامي وعلماء المسلمين يشكلون خطر كبير على على الفكر وعلى الإنسان الذي يعتبر نفسه مسلم. إذن المسلم هو ليس حر مستعبد، ولهذا عندما يفكر ويرى إن الإسلام خرافة لا يستطيع أن يغادره، مثل العبد الذي يقتنع إنه ليس بعبد ولكن تلقاه محتاج إنه يكون عبد في عوض الفلان آخر. هذا هو معناته اللي يخلي كثير من المسلمين عندما يغادرون الإسلام ينتقلون إلى المسيحية. ولكن بالنسبة لي أنا هذا ليس مهم، لأنها مسألة وقتية، وأنا متأكد إن كثير من اللي معناته تكلمت معاهم من اللي ينتقلوا من الإسلام للمسيحية، كثير من اللي تكلمت معاهم يقولوا لي احنا في الظاهر نقولوا احنا مسيح، اما احنا في الحقيقة مش مسيح، يعني نجم نقولوا نفاق، فهمت؟ يعني نجم نقولوا نفاق من اجل الحفاظ على انفسهم. وهنا اعود للمسألة، وديما العبيد يسألوني يقولوا لي معناتها من الصعب ان نعلن على انفسنا، من الصعب ان نقول ان خرجنا من الإسلام. انا نقول لكم هي المساله ماهيش مساله سهله، وانا نفهمها ونقدرها ونعرفها وعشتها، فهمت؟ هذه مساله ماهيش سهله من جميع المستويات، هذه مساله واضحه. ولكن هنا حبيت نقول ان فما عباد ناشطين جدا في الحياه الحقيقيه، هؤلاء فهمت لا داعي ان يخفوا انهم غير مسلمين، يعني هذوم خاصة اقصد معناتها باللي موجودين في العالم معناتها الغربي او في اوروبا او في كندا او في امريكا. هؤلاء لا اظن ان هناك داعي ان يخفون، ولكن احنا نحبوا اكثر عباد تظهر. وكل مرة في الحقيقة نشوف ان كل مرة واحد كان يخدم في الخفاء ظهر، كل مرة واحد علاش؟ على خاطر العدد مهم جدا لاسماع الصوت، على خاطر راهو كان معناتها ما نوليوش معناتها اكثريه، مش اكثريه يعني كان صوتنا ما يوصلش راهو باش نذبحوا وباش نفناو. هذاك علاش ما لازمش السكوت. وفي الحقيقه اللادينيين خلال تاريخ العالم تاريخ الاسلامي كله كانوا ديما مخفيين، وبعضهم يحاولوا باش يظهروا ويتم قطع رؤوسهم، لكن هون في الوقت الحاضر الامر تغير، والآن معناتها موجود وسائل إعلام متطورة جدا، وهناك عدة وسائل لهذا هناك عدة وسائل للعمل لهذا. معناتها أنا عندما أقول يجب الظهور، أنا لا أقصد كل الناس، فهمت؟ وإنما كل إنسان يعرف ظروفه، وكل إنسان يعرف إمكانياته، وكل إنسان يعرف وضعه. مش أنا اللي باش نجي نقول أنت أظهر ولا أنت مظهرش، حد ما عنده الحق على الآخر. هذه مسألة واضحة، وهذا مبدأ بالنسبة لنا، هذا مبدأ واضح بالنسبة لنا احنا اللادينيين. احنا منحبوش نخرج من عبودية فكرية إلى عبودية فكرية أخرى، يعني كل واحد منا هو قائم بذاته. هذه مسألة بالنسبة لي شخصيا أنا أساسية، هو كل إنسان قائم بذاته، واللي نجم وعنده الإمكانيات باش يظهر فما بها، واللي مينجمش ينجم يخدم بكل خفاء. أما الناس معناتها كيما نقولوا احنا الجمهور اللادينيين، فهؤلاء عملهم ماهوش مجبورين باش يقولوا لي احنا اللادينيين، بل يمكن يكون عملهم في الدائرة معناتها العائلية أو أصدقاء نتاعهم تكون عملهم أكثر فهمت أهمية عندما ما يقولوش انهم لادينيين، خاصة في الدول العربية في الدول الإسلامية، خاصة في الدول الإسلامية. ودعمهم لنا ودعمهم لنشر الفيديوهات متاعنا هذا زاد مهم جدا جدا مهم، وهما عملهم كبير جدا، حتى كان ما يعلنوش راهم الكل راهو العمل معناتها من اجل تغيير المجتمع متاعنا، من اجل رفع هذه الغمة فهمت على شعوبنا، راهو العمل ما لازموش يكون واحد، فهمت؟ انتم شوفوا الاسلاميين يعملوا على جميع الجبهات من ابسط الجبهات الى اعلى الجبهات، من الارهاب وقطع الراس
فهمت؟ إلى الإسلام القرآني الذي كذا كذا كذا، المحايد الكذا الكذا، يعني تلقاهم العمل نتاعهم بالنسبة ليا أنا، بالنسبة ليا شخصيا معناتها ديما نقولها أنها معناتها شخص فهمت يد مثلا قرآني أو ما يسمى بمسلم غير متطرف أو حاجة، بالنسبة ليا مسلم. هذه مسألة واضحة، مسألة واضحة معناتها ما فماش مسلم غير متطرف، لأن التطرف في الإسلام ليس تطرف جسدي فقط، بل هو حتى تطرف فكري، فهمت؟ يعني مش مسألة تطرف معناتها يجي يقتلك ولا حاجة، بل أبسط مسلم، أبسط مسلم وقت يقول لك ما تمسليش المقدسات الإسلامية بالنسبة لي متطرف، فهمت؟ وقت يجي يقول لك مثلا ما تهينش القرآن أو ما تهينش محمد ولا ما تهينش كذا، هو بالنسبة لي هو مسلم، لأن لم يفهم ولم يعي أن الفكرة شيء والإنسان شيء، وأن الإنسان هو المقدس ليس الفكرة المقدسة. إذا القرآن أو الفكرة أو الإله أو الرسول ولا ما تؤمن به ولا محمد بتاعك هو بالنسبة لنا مجرد فكرة، وقابلة للنقاش وقابلة للنقد وقابلة لكل الطعونات، بينما ما هو مقدس هو أنا، أنت مقدس، ذلك معناتها هذاك مقدس، ها هو المقدس. المقدس هو البشر، لأن البشر هو وحده المقدس، كل فكرة غير مقدس. إذا هذا المسلم اللي يسمي نفسه معناتها متفتح، ويسمي نفسه علماني، يسمي نفسه ولا قرآني، يقول لك أنا متفتح، بالنسبة لي هو يشارك في عبودية الناس، لأنه لم يتخلص من الفكرة الأساسية أن الإنسان وحده هو المقدس، وأن الأفكار قابلة للتطور وقابلة للنقد وقابلة لكل شيء. إذا هذه معناتها مسألة مهمة جدا حبيت معناتها نقولها، هي مسألة الإعلان على اللادينية متاعك. يعني ماكش مجبور باش تعلن على اللادينية متاعك على حسب ظروفك، لكن المهم انك تعمل وانك تحمي اطفالك لو كان عندك اطفال، وتحمي كل ما هو حولك باش تفيقهم وتوعيهم على خطر الاسلام، ولو حتى بشويه بشويه، وكل واحد يعرف الظروف متاعه. اما بالنسبه للناشطين على الواب والناشطين في الحياه والذين معناتها اعطاوا انفسهم وارواحهم، انا نسميهم شهداء، شهداء بمفهوم الشاهد، بمفهوم الذي ترك نجم نقولوا احنا البصمة متاعه في هذا العصر، كدليل على انه يحارب هذا الفكر الذي دمرنا، وخاصة احنا ما يسمى معناتها بالدول الغير عربية مثل شمال افريقيا ومثل مصر ومثل سوريا ومثل العراق وغيرهم. يعني منذ أن دخل لنا الإسلام لم نقدم شيء للبشرية إلا التخلف والقتل والذبح والاستعباد الفكري. إذا هوني معناتها هذه المسألة حبيت نقولها، معناتها هي مسألة مهمة جدا، راهو كل إنسان على حسب ظروفه. أنا أقوالي عندما نقول حاجة، نقول نصيحة، نقول فكرة قد تناسب البعض قد ما تناسبش البعض، قد يوافق عليها البعض قد ما يوافقش عليها البعض، هذا الاختلاف الفكري هو الوسيلة الوحيدة لكي نتقدم، هذه الحرية الفكرية هي الوسيلة الوحيدة لكي نتقدم. أنا ولا أنت ولا أي واحد، حتى واحد منا ما عنده فكر مقدس، وإنما الحاجة المقدسة اللي لازم نتفهموا فيها كل اللادينيين هي الإنسان، هذا هو المهم. وهنا ما نظن أكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو، وإلى فيديو قادم، وبالسلامة.